اهلا بيكم. النهارده انا جايه لكم معلومه جديده عن ملابس الاطفال الرضع واللبس المناسب للسبوع. بالنسبه للاطفال الصغيره بيبقى جسمهم سنسيتيف قوي، ما ينفعش تلبسيهم حاجه مش طبيعيه، يعني ممكن تلبسيهم قطن، ممكن تلبسيها اي حاجه منشقه من المشتقات الطبيعيه للقماش. ما ينفعش تلبسيهم اي حاجه فيها بوليستر لان ده ممكن يجيب لهم حساسيه. لو عايزه تلبسيها اي حاجه فيها بوليستر لازم يكون الطبقه اللي بين الطبقه بتاعه البوليستر والجلد طبقه، لازم يكون في حاجه عازله. بالنسبه للسبوع كلنا مش عارفين نلبس ايه اطفالنا، نلبسهم سلوبات عادي، كل واحد بيبقى عايز يلبسها حاجه مختلفه، فاحنا طلعنا افكار جديده ان احنا نعمل دريس عليه طول منفوش يخلي شكل البيبي شكلها لطيف، وفي نفس الوقت نحط عليه حاجات جماليه زي الابليكس او تطريز خفيف، ممكن ابليكس من الجوبير والدانتال، بيبقى شكل البيبي حلو قوي. كل يوم معلومه جديده على موقع صدى البلد. كان معاكم منى انديل مصممه ازياء الاطفال.